إيرينا شاطر والله، حقيقي شطور برافو عليك. شمسي، برافو عليك. 8 شهور بس يعني وبعدين بتتعلم كويس. تتعلم كويس. دكتور بتتعلم بحضرتك يعني متوقع انه الموديل ده ان شاء الله، هو الموديل ده اتكلف قد ايه بالظبط، او التكلفه بتاعته في حدود قد ايه؟ في تكلفه هاردوير وتكلفه سوفت وير وبروجرامنج وناس شغالين، بس الاجمالي بتاع التكلفه لغايه دلوقتي ممكن 300 او 400 الف جنيه. تمام. لو احنا هندخل في خط من الانتاج، نقدر نقول الانتاج الجماهيري بقى او الانتاج الاوسع اللي هو الماس برودكشن بقى، حضرتك متوقع انه التكلفه دي تقل لحد فين؟ هو ده عباره عن بروتوتايب بس، التكلفه بتاعته بعد كده مش هنضيف عليها التكلفه بتاعت البروجرامنج، لان هو يبقى نفس التيم صحيح على شغال بروجرامنج وهيتوزع على الكل. صحيح. انما وقتها هنبدا بقى نطور في البروجرامنج، فعايزين بروجرامنج بشكل اقوى شويه. الهاردوير نفسه هنحتاج نطور فيه، بيبقى يعني حاجه مختلفه طبعا عن الماتيريال ديت. ما ينفعش انزل روبوت 3 دي برينتنج، لازم الماتيريال بتاعته تكون تتحمل اقوى شويه حراره برضو الكلام دوت يعني. بس هو 3 دي برينتنج يا دكتور بقى بيعمل كومبوزيت ماتيريال قوي يعني يتحمل، ولا لسه برضو؟ لا لسه يعني شويه يعني. اثناء التصنيع بتاعه كان في 3 دي برينتنج حاجات موجوده في العربيه، الشمس خلتها تبقى ديفورميشن، فهي مش كويسه في الحراره يعني. اوكي. استاذه اسراء، حضرتك متخيله الجيل الثاني من شمس ايه؟ متخيله بعد اكبر من الذكاء الاصطناعي، مهام اكتر تضاف ليها، تكون اكثر ذكاء، اكثر دقه في حركتها، اكثر نعومه كمان في حركتها، وتحاكي الانسان بشكل اكبر في الحركه وفي الاجابه في الحاجات دي كلها، وتكون اكثر ذكاء برضو في الاستفسار وفي تحليل العلامات الحيويه. هي اوريدي بتعمل على تحليل دلوقتي العلامات الحيويه، لكن طبعا الفترات الجايه هنبدا نغذيها بقدر اعلى من البيانات واكثر من قواعد البيانات الخاصه بالامراض والكلام ده كله، فهتكون اكثر ذكاء واكثر دقه من الوضع الحالي. وان شاء الله النسخ الجايه تكون حاجه تشرف مصر كلها ان شاء الله. محمد، عاوز اسالك سؤال. اذا شمس واقفه في غرفه رعايه مركزه قدام مريض بيعاني من حاله خطر، عظيم، وهذه الحاله تستدعي الان، او المؤشرات الحيويه تستدعي الان طبيب، عظيم. احنا عاده في غرفه الرعايه المركزه لما بيكون في استدعاء بيبقى في صوت زي تنبيه باللون الاحمر وصوت كده، وبيبقى ممرضات. شمس هنا عندها القدره ان هي تعمل ايه؟ تمام. انا هتكلم مع حضرتك دلوقتي في اللي تقدر تعمله دلوقتي واللي احنا بنتوقع ان قدام نقدر نعمله. حاليا احنا هي اللي تقدر تعمله حاليا، ان لو في حاله بالخطوره دي فهي هتبدا ان هي تحذر او ان هي تخاطب الطبيب اللي موجود عن طريق الفيديو كونفرنس او فيديو كول، ان بيحصل اتصال مباشر ما بين الدكتور وما بين الحاله. يعني بتصور الحاله على طول فيديو مباشر لايف، وبتنقل للدكتور بتقول له الحق في خطر، ده اوريدي شغال اوريدي موجود وتم اختباره في مستشفى عين شمس التخصصي بالفعل، سوري بالفعل، وكانت مراكره يعني عن ان احنا نقول ان هي ممكن تروح تنادي الطبيب، لا هي ساعتها بتنقذه بشكل اسرع. احنا متوقعين ايه اكتر قدام؟ ان احنا نشتغل على اكسبرت سيستم، ان هي تحاول تدي حلول. طبعا برضو بشكل او باخر هيبقى فيه كونفرميشن من الطبيب، او هيبقى فيه اتصال برضو بالطبيب، بس هتبقى تحاول انها تشارك بالعمليه بشكل طبعا هي تحاول ممكن يعني في يوم من الايام تحاول انعاش، وفي نفس الوقت اللي بيتكلم فيه الطبيب بالظبط، ان هي او حتى ان هي تبدا تعمل بروسيسنج للاعراض اللي موجوده، تبدا تقترح حلول، الحلول دي تنقذ او تاخد كونفرميشن من الطبيب. احنا مش هنلغي اكيد ان لازم مع اي اله يبقى فيه موجود العنصر البشري، لان دي سلامه انسان، فبالتالي لازم يكون في العنصر البشري. فاحنا هنزودها بقدر اعلى من الذكاء اللي هيساعد الطبيب، هتكون اداه تساعد الطبيب بشكل اقوى. ده كله بيبقى الغرض ان احنا نزود الانتليجنس، وبالتالي تزيد الافيشنت بتاعت التاسكس اللي هي بتاديها.